يواصل أمن ولاية تيبازا تطبيق تعليمة الحجر الصحي المنزلي الذي مس الولاية منذ صدورها في 28 من الشهر المنصرم. عناصر الشرطة وقبل بدء مهامهم يعملون على توعية المواطنين من مخاطر انتشار الوباء. من جانبها رافقت قناة نوميديا عناصر الدرك الوطني في غليزان للوقوف على مدى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ في الولاية ومدى احترام المواطنين لهذا الإجراء الوقائي، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بالانتشار عبر ربوع الولاية ونصبت حواجز أمنية عبر مختلف الطرقات الوطنية والولائية لمراقبة تنقل المركبات والأفراد في ظل فرض هذا الحظر الجزئي. ميكروفون أمين بلزر. في إطار تطبيق تدابير الحجر الصحي الجزئي للوقاية من فيروس كورونا المستشد ساري المفعول ابتداء من 5 أفريل 2020 والقاضي بحظر التجوال وإلزامية البقاء بالمنازل ابتداء من الساعة 7 مساء إلى غاية 7 صباحا من اليوم الموالي، سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان مخطط عمل يتم من خلاله وضع نقاط مراقبة عبر مختلف المحاور الطريق السيار الطرق الوطنية والولائية مع تنفيذ دوريات تشمل جميع بلديات الولاية. وفي نفس السياق تدعو قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان كافة المواطنين والمواطنات الالتزام بهذا الإجراء حفاظا على سلامتهم وذويهم. احنا راهم يخدموا في خدمتهم غادي كما يديروش هكا غادي نروحوا فيها كاع. بنادم ما خاف على روحه قد ما يخاف على والديه ولا. واه انا ندير رخصة مع الدائرة، شوف دائرة مسنيها وكل شيء سيري.